السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم. اليوم ان شاء الله غنحضر معاكم لي قاليت اللي كيجيو بنان وكيذوبوا في الفم، وبالمقادير اللي هي بسيطة على بركة الله. ندوزو المقادير وطريقة التحضير. على بركة الله نبداو في المقادير. عندي نص كاس سكر، عندي هنا الدقيق، عندي كاس لرب ديال الزيت، لعبار بكاس العنبة، جوج بيضات، خمارة واحدة حمراء، قبيصة ديال الملح، جوج أكياس ديال الفاني، وعندي هنا معلقة كبيرة ديال العسل. دابا غنبدا نوجد الحلوة ديالي. أول حاجة كنضيف الملح، قبيصة ديال الملح، وغنضيف البيض. صدقوني يا البنات، هاد الحلوه كتجي هائله، كتجي شيشه وكتذوب في الفم، كتجي لذيذه بزاف. تبعوا غير المراحل والمقادير راهم مضبوطين. بعد ما ضفت البيض كنضيف نص كاس سكر، وكنضيف جوج ديال الفاني. انا هنا نستمد بالفاني، تقدروا تعوضوا بقشورة الليمون او قشورة الليمون الحامض. غنخدم هاد السكر مع البيض مزيان حتى كيتخدموا مزيان غير بالطراب اليدوي، ومن بعد نضيف الزيت. بعد ما طربت البيض مع السكر مزيان، كنضيف كاس الا ربع ديال الزيت، وكنخلط هاد الزيت مع البيض حتى كيندمجوا مع بعضياتهم. وغنضيف معلقه كبيره ديال العسل. بعد ما طربت هاد المكونات كاملين كنضيف الدقيق. الدقيق البنات كنضيفوه بالتدريج. غنضيف خمارة واحدة حمراء. بالنسبة للعجين ما تكونش قاصحة. Thank you.
كما كتشوفوا يا البنات ضفت الدقيق كنضيفه غير بالتدريج، وكنجمع العجين بيدي. العجين ديالي بعد ما وجد كتجي على هاد القوام هذا، ما تكونش العجينة قاصحة، تكون رطبة كما كتشاهدوا، ما تكونش قاصحة، تكون رطبة كما كتشوفوا. ودابا غنبدا نشكل الحلوة ديالي، وغنستفها في الطاوة اللي دهنت بشوية الزيت. كنشكل غريبة وكنبسطها بيدي كما كتشوفوا. انا درتهم هنا متوسطين، انتم كديروا القياس اللي بغيتو، بغيتو ديروهم كبار او لا صغار او لا متوسطين بحال هكذا. في هذا الاثناء راني شعلت على الفران، عندي هنا صفر بيضة اللي غندهن به الغريبة من الفوق، غنضيف عليه قهوة سريعة الذوبان، وغنضيف عليه قطرات من الخل، وغنخلط مزيان ونبدأ ندهن الغريبة ديالي من الفوق. بعد ما دهنت الحلوة ديالي كنزوقها بالفرشيط كما كتشوفوا يا البنات، يعني حاجة سهلة نقدروا نوجدوها في الحين، وبالمقادير اللي هي بسيطة ومتوفرة في كل البيت، والنتيجة رائعة. دابا غندخلها الفرن حتى كطيب، ونتلاقى معكم في طبق تقديم. وهذه هي الغريبة ديالي بعد ما طابت، جات رائعة يا البنات، المذاق ديالها عجيب ما نقولش ليكم. كما كتشوفوا اللون ديالها جا رائع ما شاء الله، وبالمقادير اللي هي بسيطة. نقسم ليكم وحدة شوفوها من الداخل، جات هشيشة يا البنات، جات روعة كما كتشوفوا، جات رائعة. نتمنىكم البنات جربوها، ان شاء الله غادا تعجبكم. شكرا لكم على المتابعة، والى فيديو مقبل بحول الله.